عاجل. بعد تقدم الحوثيين في شبوة، انسحاب القوات السعودية من عتق في شبوة. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. بدأت السعودية اليوم إجلاء وحداتها المتمركزة في مدينة عتق المركز الإداري لمحافظة شبوة، في مؤشر على مخاوف من سقوط المحافظة التي حقق الحوثيون تقدما ملموسا فيها خلال الساعات. مصادر قبلية في شبوة أفادت بأن القوات السعودية نقلت أفرادها ومعداتها من مطار عتق التي كانت تتخذه قاعدة لها إلى منشأة بلحاف للغاز المسال، والذي تتخذه القوات الإماراتية قاعدة لها على بحر العرب. وعدت المصادر هذه الخطوة تمهيدا لإجلاء بحري سريع في حال سقطت شبوة. وكانت قوات صنعاء حققت خلال الساعات الأخيرة مزيدا من التقدم في عمق المحافظة النفطية، وتحديدا في مديرية بيحان على حدود مأربة والبيضاء، حيث أكدت مصادر قبلية سيطرة هذه القوات على منطقة الجوهرة المحاذية لمنطقة العليا مركز مديرية بيحان، لتكون بذلك قد طوقت بيحان التي سيطرت خلال اليومين الماضيين على مناطق واسعة منها دون قتال، وسط أنباء عن اتفاق مع القبائل ومؤشرات على تقارب مع الإصلاح الذي انسحبت قواته إلى عتق. وفي السياق، تداول الناشطون صورا لمقاتلي صنعاء وهم يتمركزون قرب معسكر محور بيحان دون تأكيدات رسمية عما إذا كان المعسكر قد سقط أم لا، لكن الأنظار تترقب موجزا صحفيا لمتحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع، يتوقع غدا ويكشف فيه تفاصيل عملية واسعة داخلية وخارجية وفق ما ذكره على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.